بنقول ان لازم نفضل ورا الفرقه وندعم ونساند ونشجع، لا بنقول اصل احنا لو خسرنا الاهلي ممكن مش عارف يخسر الدوري، لا مش ده المطلوب مننا. احنا مطلوب مننا الدعم، مطلوب مننا نفضل ورا الفرقه، مطلوب مننا ان احنا ما نجرحش في لعيبتنا. ليه بقى؟ لاسباب كتير قوي والله. يعني الوحوش دول، الوحوش دول لعيبه النادي الاهلي، حتى هم في اسوأ مستوياتهم، بس لما تيجي تبص كده للمجمل بتاعهم، تبص لمشوارهم مع الاهلي، هتلاقي ان هم عندهم رصيد، والرصيد كبير جدا. فلما يدوك ماتش ولا اتنين ولا حتى خمسه بشكل وحش او باداء سيء، لازم تعذرهم. الاهلي لعب كام ماتش السنه دي؟ الاهلي لحد دلوقتي لعب 43 مباراه في مختلف البطولات، ولسه عندك 9 مباريات في الدوري، ولسه عندك بعض المباريات في كاس مصر باذن الله تعالى، ولسه عندك السوبر المصري ما تلعبش. فانت اكتر نادي في مصر وفي افريقيا بيلعب ماتشات، فطبيعي جدا انت مش هتفضل طول ما انت ماشي بتلعب باداء كويس ونتيجه كويسه، اداء كويس ونتيجه، مفيش كده في الكوره. لازم هيحصل لك دروب كلاعب، كفرقه، كجهاز فني، لازم في بعض الماتشات مش هتبقى موفق فيها. واحنا برضو لازم نكون متفاهمين كده. انا عارف ان الاغلبيه العظمى من جمهور النادي الاهلي متفاهمين جزئيه زي دي وبشكل كبير جدا، لكن في البعض القليل جدا اللي فاكر ان هي شطاره لما يقول لك ايه اللعيب ده مش نافع، ده يا عم ما بيعرفش يرفع، ده ما بيعرفش يعمل ايه. يا راجل انت جاي تكتشف مثلا حاجه زي كده دلوقتي بعد ما هو كان لعيب جامد جدا عمال تشيد بيه؟ هل ده منطق؟ لا، احنا دورنا يا جماعه ان احنا نفضل ورا الناس دي لغايه لما الموسم يخلص. احنا لحد دلوقتي الناس دول عملوا لنا ايه؟ فرحونا ببطوله دوري ابطال افريقيا. هل بطوله دوري ابطال افريقيا بطوله عاديه؟ بطوله ملهاش لازمه؟ لا طبعا، اهم بطوله ليك في الموسم، كسبتها الحمد لله وموجوده عندك، متفق جدا معاكم ان احنا عايزين كل البطولات، هو ثقافتنا كده، احنا ناس طماعه، احنا ناس ما بنشبعش، ما بنتعشاش بطولات، احنا كده، احنا عايزين نكسب كل ماتش. متفاهمين قوي موضوع زي ده، لكن في نفس الوقت لازم لما الاقي لعيبتي انا مستواها مش في التوب فورم بتاعهم، مش في احسن حالاتهم، لا يلاقوني انا في ظهرهم، يلاقوني انا بشجعهم. اسوأ واحد فيهم في الماتش لازم يحس ان جمهور الاهلي وراه، لان ده في مصلحه النادي في الاول وفي الاخر. مالناش مصلحه مع اللعيب غير ان هو يفرحنا، غير ان هو يحقق لنا اهداف، احنا عايزين منه كده بس، مش عايزين منه حاجه تانية. فلما يقع له ماتشين ولا ثلاثه يا عم ولا حتى سته عادي، مفيش مشكلة، طالما النتيجة بتتحقق في الآخر، طالما المشوار ما انتهاش، طالما إنك ما خسرتش بطولة. هل معنى كلامي ده بقى إن أنا بقول لك أوعى تنتقد حد من لعيبة الأهلي؟ لا يا سيدي، انتقد طبعًا، انتقد، مفيش حد فوق النقد، أي حد ينتقد انتقاد يكون بناء ومحترم، تمام، ويساعد أي لاعب، أو خلينا نتكلم على الفريق ككل، يساعد الفريق ككل في استعادة مستواه. انت خارج من طول دوري ابطال افريقيا، معترك صعب جدا على المستوى الفني والبدني، طبيعي ان انت مستواك هيقل شويه، طبيعي ان انت يكون عندك ثقه زياده في نفسك شويه، لكن ماتش زي بتاع امبارح ده هو اللي يرجع لك بقى، يرجع لك مستواك، يرجع لك تركيزك، وده امر مهم جدا، تركيزك الذهني في الملعب، تركيزك الفني اللي يساعدك في انك تكسب كل الماتشات. في كل الاحوال، في كل الاحوال احنا ماشيين بشكل كويس في بطوله الدوري، في كل الاحوال احنا عندنا الافضليه، وعايزك تحط في الاعتبار وانت بتنتقد وانت بتشجع ان الاهلي عنده 6 لعيبه مع المنتخب الاولمبي.